قال صلى الله عليه وسلم في فضل الحجر الأسود: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فاشرحوه لنا جزاكم الله خيرا. نعم، هو أثر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحضرني حاله الآن من الصحة أو عدمها، ولكن الحجر الأسود هو مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى، وقد شرع لنا ربنا سبحانه استلامه وتقبيله بالطواف عبادة لله عز وجل، وأن نبدأ الطواف بمحالاته، بداية الطواف بمحالاته أمر واجب، أما تقبيله واستلامه أو الإشارة إليه من بعد هذا أمر مستحب مع التكبير، يقول بسم الله الله أكبر عندما يستلمه أو عندما يقبله أو عندما يشير إليه، كل هذا مستحب، أما بداية الطواف منه ونهاية الشوط به فهذا أمر واجب، لا يتم الطواف إلا به. والحجر من مشاعر الله عز وجل، وفيه فيه فضل عظيم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالأمر على التوقيت، مبني على التوقيت، والعبادات مبنية على التوقيت. فالله جل وعلا أمرنا أن نعظم هذا الحجر وأن نقبله وأن نسلمه وأن نبدأ طوافنا منه وننهيه به، فنحن نمتثل الأمر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.